تقتل إسرائيل وتصيب وتعتقل شعبا أعزل، فتصدر بيانات أممية وأوروبية تعرب عن قلقها إزاء ذلك. تعلن إسرائيل عن مخططات استيطانية فتتكرر بيانات القلق. تهدم دولة الاحتلال المنازل وتقدم على مزيد من الإجراءات التهويدية فتصدر بيانات خجولة أخرى. آخر تلك البيانات اعتبر فيها الاتحاد الأوروبي أن عدد الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا على أيدي قوات الاحتلال في الجمعة الثانية لمسيرات العودة يثير تساؤلات خطيرة يجب معالجتها إزاء الاستخدام المتكافئ للقوة. في معرض حديثه أشار البيان إلى وجود قاصر وصحفي يرتدي سترة توضح هويته الإعلامية من بين الشهداء فضلا عن إصابة المئات. وجدد الاتحاد دعواته السابقة بشأن ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، مؤكدا أن الأولوية الآن يجب أن تكون لتجنب أي تصعيد آخر ووقوع مزيد من الخسائر في الأرواح. في الوقت نفسه طالب الاتحاد بتوضيح التقارير التي قدمتها القوات الإسرائيلية بشأن إلقاء حجارة وقنابل حارقة على مواقعها ومحاولات عبور السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل. ولم ينسى الاتحاد الأوروبي أن يعرب عن حزنه العميق إزاء الخسائر في الأرواح. هنا ينتهي بيان الاتحاد الأوروبي ويثار سؤال مفاده وماذا بعد؟ على كل حال يبدو الموقف الأوروبي أفضل كثيرا رغم تواضعه من موقف الولايات المتحدة التي عرقلت إصدار مجرد بيان في مجلس الأمن يدعو إلى إجراء تحقيق مستقل في المواجهات التي شهدها قطاع غزة. وبين صمت دولي وبيانات خجولة تستمر سياسات الاحتلال والإرهاب ورفض السلام حتى إشعار آخر.